مرحب، يلا حيي. السلام عليكم ورحمة الله عليكم وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا أبو جودي؟ شو أخبارك؟ والله بخير، الله يرضى عليك. الله يبارك فيك، ما شاء الله تبارك الله. هذا أنت على نفس النهج والطريق منذ سنين، الله يثبتك، الله يكتب أجرك ويشرح صدرك. آمين آمين، وقبلنا وإياك ويجعلك. بالنسبة آمين. بالنسبة لبعض الناس يعني يسأل عن يعني طريق الهداية وكيف أسوي، وأنا متضايق وأنا تعبان وأنا ما أصلي وأنا وأنا وأنا، يعني أقول له يا غالي، يعني أغلب الشباب زي كذا، وأنا يعني من الشباب اللي كنت كذا، يعني ما يعني ماني ملاك نازل، ولا كلنا أخطأنا في حياتنا وكلنا مرينا في أمور يعني كانت حزينة جدا. يعني لو أحكي قصتي أنا لكم يمكن يشيب رأسكم، يعني ايش اقول لك، لدرجة انه يعني كانت الوالدة تدخل تبكي عندي، قوم صلي يا ولد، يا ولد قوم صلي، لا ياخذك ملك الموت، يا ولد قوم يا ولد. فالحمد لله يعني ربي اكرمني بالهداية وبالصلاح وبالرجوع اليه. في حاجات يعني لازم الانسان يكون يعني ملتفت لها، الانابة الى الله، العودة اليه، في حتى لو كنت عاصي، حتى لو كنت يعني انسان مليء بالذنوب، حاول انه يعني ذكر الله ما يعني ما يفارق لسانك. اذكر الله وانيب اليه، ابكي يا اخي، والله البكاء بين يدي الله انه شرف عظيم، قسما بالله الدموع هذه اللي تنزل لما تكون انت خالي في مكان بعيد، يعني ما احد يشوفك الا الله، وتبكي اليه وتتوسل اليه ان الله يعني يرجعك اليه، والله ان الله ليقربك اليه. أنا كذا كنت، أنا كنت يعني في مقر عملي، يعني كنت وحيد، يعني كنت أسوي النون وما يعلم، لكن والذي خلقني إني كنت أبكي بعض الأحيان على حالي، كنت أبكي على نفسي، يا الله إلى متى، يا الله إلى متى هذا الجهل، إلى متى هذا البعد، يا الله يا رب قربني إليك، يا الله والله إني كنت أبكي، والذي نفسي بيدي، شوف أنا أحلف الآن في هذا الليل إني كنت أبكي على حالي، يا ربي ثبتني على دينك، يا ربي ردني إليك ردا جميلا، يا ربي يا ف والله إني ما أقول الكلام هذا يعني رياء وسمعة أمامكم، لا والذي خلقني إني كنت حتى أكثر من الأذان، يعني كنت أؤذن هناك، يعني أؤذن يعني أذكر الله فيها، يعني أعظم الله بالأذان، والله والله إني سبحان الله في يوم وليلة، من يعني لدرجة إني استقلت من عملي، أنا استقلت من عملي. ليش؟ لأنه عملي هذا كان يعني يبعدني شوية عن الله، عرفت؟ المال اللي كان يجيني، الوقت حق العمل دوامي كان يعني شوية صعب في نص اليوم، فقلت لا، أصلح ما بيني وبين الله، هذا أهم من يا شيخ المال، وأهم من الدنيا وما فيها. أقسم بالله، شوف أقسم بالله، أول شيء صلاة الليل هذه، طبعا ركعتين الليل هذه، أنا تبت سبحان الله في ليل كذا وسهرت الليل وقعدت اصلي فيه وادعي يا ربي لك الحمد، واضفت على صلاه الفجر وانا سهران، يعني ما رقدت، قاومت نفسي وصليت الفجر، رجعت بعد الفجر اخذت غفوه، قاومت قمت الظهر، وقبل ما انام كنت اقول دعاء، اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اعني على قيام صلاه الظهر. والله يا اخوان انه الساعه 11 ونص، احنا عندنا يؤذن الساعه 12 في مدينه الطائف، 12 و10 دقائق، والله 11 ونص اقوم لا شعوريا كذا اقوم، وانا ما رقدت الليل، يعني ما، بس ربي يبغى نيه صادقه واقبال صادق، والله صرت اقوم، صرت ما اترك الدعاء هذا، اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، يا رب. اللهم اعني على قيام صلاه، اي صلاه تبغى تقومها قول الدعاء هذا والحقها اللهم ايقظني لصلاه الفجر، اللهم ايقظني صلاه الظهر، اللهم ايقظني صلاه العصر، عرفت؟ الدعاء هذا خلوه ملازم لكم وجربوا يا اخوان، والله والذي نفسي بيده، اني تقول املك ملايين وانا والله عاطل يا وجودي ما عندي عمل، والله اني اخرج الصباح اسلم على هذا واسلم على هذا واروح اشتغل بسيارتي، اودي مشاوير، اودي، عرفت؟ يعني الحمد لله ربي فتح علي كذا بارزاق، يعني الحمد لله اجيب قوت يومي مرتاح بالي. ولا من ناحية الضياع، كنت ضايع فعلا، ضايع سنين، يعني مو بس سنين، والحمد لله اللي هداني ولم يقبضني إليه،
وانا على ضلاله ولا انا على جهل؟ والله وبالله وتالله يا شباب صغار اعرفهم، والله شباب في ريعان، اقسم بالله طلع من عند ابوه، والله ابوه يبكي في المسجد هنا عندنا، والله وبالله وتالله انه من جماعه المسجد، يقول ولدي خرج من عندي دوب راح مع اصحابه اربعه، صار لهم حادث، هو اللي توفى والبقيه سلموا. كذا اختار الله من بينهم. ما تدري الموت من اين يجيك، ما تدري الموت، يعني ما نعرف احنا، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس باي ارض تموت. يا اخوان والله لو نعلم الموت متى، ليش اخذ الحين ما اقطع السجاد تقطيع ما اقومنا، لو ادري انه يعني بكره بموت او بعد بكره، انا ما اضمن الان، اقفل البث ممكن ملك الموت يقبضني، ما اضمن ولا احد يضمن حياته. النصيحه يا اخويا انه نحافظ على صلواتنا، اننا نعود الى الله ونتوب اليه، يعني الزمن هذا كثرت فيه الفتن وكثرت فيه، ويكفي يعني انه يعني في حديث عن الرسول او صح؟ اذا بالله صحح لي يا ابو جودي، انه الصابر على ديني في اخر الزمان اجره كاجر 50 من الصحابه. نعم يعني في هذه الفتن المولات والجوالات كل شيء قريب منك، اللي تبغى تشوفه تجيبه من الجوال، لكن تكون انت عزيز نفس، وتكون عزتك بالتوبه وبالاسلام يعني مظهرك الجميل، المظهر الاسلامي زي ما امر الرسول. لا حد يجي يقول لي والله اللحيه ما هي بمظهر، ولا لا لا، الرسول نومك ثقيل، والله انا اقول لي هذا اللي نومه ثقيل، اذكر الله قبل نومك. حلو، بعدين برجع للمظهر الاسلامي هذا اللي المفروض يعني يكون يعني الشباب المسلم والشباب يكون هذا مظهر، يعني الرجال بلحاها والنساء بحياها، النساء بحياها والرجال يعني تعرف بلحاها. يعني ما امر الرسول يعني تربية اللحية واطلاق اللحية هذه الا لحكمة، الحكمة انها تميز الرجل عن المرأة. يعني اللي يجي يحلق مثلا حتى لو خلى شنب، وحتى لو برضه يبقى فيه شيء ناقص فيه، تبقى الرجال والاسود. بالله يا ابو جوده بسالك، في اسد بالله شفته بدون كذا شعر؟ ما في، ولحيه وكذا في اسد؟ ما في. الاسود معروفه، الاسود بلحاها وكذا شكلها، ما واللبوه معروفه، حاد ما يحتاج لك. اخشوا شنو ها؟ الله اكبر، خشوشنو هاي للشمري، والله يا حبيبي اني مهدي هاي، لكن يا اخي اللي نشوفه الان في التواصل الاجتماعي من الشباب، يا اخي اقسم بالله صاروا حتى مكياج يضرب في وجهه، اتق الله يا اخي، العمر وصل 30 ولا يازر ول ايش الكلام هذا يا اخي؟ فين الناس تبى تروح يا اخي؟ انا والله من هذا اللي يقول في رجل يبغى يا حبيبي؟ لا والله انا ان شاء الله محمد، في واحد هنا يقول تواصل معايا، عنده عمل دائم سيارة، كلمني على الخاص يقول. ايش هو عمله؟ انا والله عندي دورة الان باخذها في المنطقة الشرقية في شركة التحلية باذن الله، في الصحة والسلامة المهنية اسمها، ايوه الصحة والسلامة. اي خلاص والله يعني، يشوف، ايوه يشوف واحد غيره. بمرك يا حبيبي قبل ما اروح على الشرقية بجيك. والله تشرفنا في الرياض يا حبيبي، والله يفتح باذن الله. اللي يقول كيف التزمت، اللي يقول كيف التزمت، شوف والله، شوف الالتزام يكون اول شيء بتطهر قلبك هذا، وفعلا اذا انت تحب الله ورسوله، اذا انت تحب الله، تحب الله، اي احد بيجاوب يقول ايوه انا احب الله. طب يا اخي انت تحب شخص مو تطيعه؟ اللي يحب شخص مو يطيعه شخص، نعم. ما بالك بالله الكريم العزيز. والله يا شباب اني صرت اشوف رؤى، يعني من بعد التزامي اشوف رؤى وانا نايم، وافسرها عندي مفسر احلام، يمكن تعرف ابو جودي اسمه الدكتور يوسف الحارثي، معروف اي نعم معروف الدكتور يوسف الحارثي هذا، ترى من ارحامنا يعني قريب اي لنا. نعم اي والله ما عليك زول. فالرجل يعني بشرني بشيء، لا شوف الرؤى تجي، يعني ما تجي الرؤى يا غالبا ما تجي الا للصالحين، يعني الرجل الصالح ربي يطمن قلبه ويربط على قلبه بالرؤى هذه. طيب الرؤى هذه تجي اليوم، هيا شوف انا اقول لك قصه وفاه جدتي، اليوم توفت جدتي، اوكي؟ اليوم الساعه الله 9 9 ونص، الله والله ما يغفر. يا محمد هي كبيرة في السن وجاتها جلطات، اليوم والله وانا راقد في نايم قيلولة في الظهر، والله يا بجودي اني شفتها، رأيتها رؤيا، وهي على السرير، سرير المستشفى، ها
وتتأوه، تتأوه كذا من الألم اللي في من المرض اللي فيها، تتأوه. إيش طلع تفسيره يا أبو جودي؟ ها تفسير إذا رأيت ما، أنا سألت الشيخ قال لي سبحان الله، وتوفت الساعة 9 فعلا. إذا رأيت هذه الرؤية أنه شخص يتألم من مرض وهو فوق السرير، فهذه قصة، فهذه وفاة الرجل هذا أو الشخص هذا. الله أكبر. فتوفت الساعة 9 وأنا رأيت الرؤية متى؟ الظهر. أقسم لك بالله، شوف أنا أقسم بالله في هذا الليل إني شفتها اليوم تتأوه، حتى قمت مفجوع، قلت يا ربي لا يكون هذا. فالرؤى تجي للصالحين. بالنسبة للشخص كيف إني اهتديت زمت عليك بقيام الليل، صلاة الليل هذه، حتى لو تسهر، شفت لو تسهر لصلاة الليل هذه، والله ربي إن عرف يعني علم منك صدق، صدق نية وإقبال إلى الله، والله ما يردك الكريم، والله ما يردك. بس اصدق مع الله وصفي قلبك، ودائما خلي ذكر الله على لسانك، وهذا الدعاء لا تنسوه، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك فقط، ولا حول ولا قوة إلا بك، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول أكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله، واللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أنا والله، أنا والله ما أبغى أطول يا حبيبي، لكن لا 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 لكن لا الجنة، راحتك، موضوع أيوة سهل. الجنة.